Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. اليوم جيتكم بأون نوفيل فيديو اللي عجبت لكم وصفة سحرية تخص تفتيح أو تبييض المنطقة الحساسة والرقبة والإبط والساقين. إن شاء الله قبل ما نبدأ نقول لكم دعموني في لاشين، تابونوا عندي وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل شيء جديد، وما تنساوش لايجام ولا كومنتير. نبداو البنات، لازم يكون عندنا حبة سيترون، وإلا ما كاش متوفر عندنا سيترون ندو اون طوماط، حبة طماطم، وبلا ما ننساو البيكربونات اللي هي عنصر أساسي في هاد الوصفة الصحية. البنات نبداو، أنا ندي سيترون مادام متوفر عندي ليمون، دونك غادي نخدم بالسيترون. غادي ندي هاديك الليمون نقسمها بين زوج، وندي شوية تاع البيكربونات. غادي ندي غي مغرف صغيرة تاع البيكربونات من قد ما نخدم نوريكم، غي شوية كيما راكم تشوفوا في الفيديو. وغادي ندي نص تاع الليمون، نص تاع حبة تاع الليمون، ونعمرها بيكربونات كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. نعمرها غاية بيكربونات ونقلع لها هذاك الزائد، ونأبليكو البنات في المنطقة السوداء. ونشوفوا البنات، راني نأبليكي في هذا الخليط على شكل دائري. أبليكو الشيرات لمدة 3 دقائق أو 5 دقائق على الأقل باش يعطيكم نتيجة مضمونة وفعالة إن شاء الله. والبنات كيفية الغسيل غادي تكون غير بالمدافي، انا ننصحكم تستعملوا غير مدافي باش تغسلوا، ما تستعملوا لا صابون لا حتى حاجة واحدة اخرى باسكو غادي يحرقكم. دونك البنات وصلنا لنهاية الفيديو، غادي نقولكم شكرا كاع اللي دعموني ولي مازالوا. غادي نقولكم ابونوا عندي لي في وفعلوا زر الجرس كيما قلت لكم في الديبيو تاع الفيديو، وما تنساوش لي جيم ولي كومونتير. ا بيانتو.